تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. محمد شبانه بيستعرض اخبار النادي الاهلي، من ضمنها طلب موسيماني وشركه التسويق القائمه عليها زوجته ثلاثي النادي الاهلي بشكل رسمي. هو قال على اسامي ثلاثي النادي الاهلي هنعرفهم من لسانه هو شخصيا، وكمان اتكلم على نادي فيوتشر طلب ثنائي النادي الاهلي طارق زياد ومحمد محمود، والنادي الاهلي وافق بشرط عودة الابن الضال للنادي الاهلي. مش كده وبس، ده كمان كولر اجتمع بالشحات وقال له عايز تثبت نفسك اهلا وسهلا، انا هكتب تقرير للنادي الاهلي بخصوص التجديد معاك، هنشوف هنجدد معاك ولا لا، اثبت لي ان انت جدير بان انا اكتب في التقرير بتاعي ان حسين الشحات على اعلى مستوى وان النادي الاهلي محتاجه. هنطلع ونسمع ونشوف الاخبار من لسان محمد شبانه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانه قال ايه عن اخبار النادي الاهلي في وسط زحمه المونديال ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. في ثلاث لعيبه في الاهلي تلقوا عرض من الشركه اللي بتسوق موسيماني بتاعت مراته، تخيلوا بقى، عشان يروحوا يناير اهلي جده. مين بقى؟ محمد شريف بيرسي تاو ومحمد قفشه. واللعيبه قالت النادي هو المتحكم، يعني النادي اللي يقول بقى نشوف يعني ممكن يحصل ايه، النادي هو اللي يقول يعني. عايز اقول لكم يعني طبعا مرفوض، شريف وقفشه وبيرسي تاو طبعا مرفوض هذا الكلام اكيد يعني. الاهلي بيعرض على لما نادي فيوتشر بيطلب زياد طارق ومحمد محمود، الاهلي قال لك ممكن ويخش في الصف كريم نيدفيد يرجع في يناير، ما يرجعش في يناير. الاهلي عايز يجيب كريم نيدفيد عشان نقيده في القائمه الافريقيه، يبقى بديل قوي جدا للثلاثي بتوع خط النص الدفاعي اللي هم اليو ديانج والسوليه وحمدي فتحي بعد الاصابات الاخيره. فالاهلي عايز يدخل الصفقه بهذا الشكل وبعدين يقعد يتكلم فيها. الكولر بيجهز دروس خصوصيه للمدافعين والمهاجمين، بيبص قاعد شغال بايديه واسنانه قبل مواجهه المقاولين في الكاس اللي هي بتاعت يوم الحد المقبل. في نفس الوقت فيريرا جاهز مع الجهاز الفني بتاعه المساعد ان هو عن طريق الزوم هيحط التشكيل الرئيسي بتاع مباراه نادي الزمالك. طبعا الراجل مسافر عشان نجل زوجته توفى، فسافر البرتغال في لواجب العزاء. حسين الشحات حصل قعده مع كولر وقال له بص بقى يعني انت حكيم نفسك، انا مطلوب مني اعمل تقرير، محتاجك ولا مش محتاجك؟ انت بقى قدامك الفتره الجايه قبل ما يجي يناير خليني اقول، فانت انت اللي هتخليني اقول في التقرير ايه؟ اقول محتاجك ولا مش محتاجك؟ ادائك اللي ادائك اللي هيقيم نفسك. الاهلي بيتجه لانه يجدد للاربعه، مع ان انا عندي خبر ان في وكلاء بتحاول تعرض رامي ربيعه على الزمالك كسيرد باك، لان الزمالك محتاج سيرد باك مع اصابه الونش. والوكله دي ممكن يكونوا ما استشاروش رامي ربيعه على فكره، لانه رامي ربيعه ابن الاهلي. انما فكره ايه؟ الوكيل يبقى مامن نفسه لنادي كبير برضه، يعني لو مش في الاهلي يبقى الزمالك، لو مش في الزمالك يبقى الاهلي. فالوكيل بيعمل ايه؟ بيامن نفسه. افرض لقى الوكيل في يناير الاهلي قال لك مش هجدد، يبقى هو امن ايه؟ ممكن رامي يقول لا انا مش عايز، هو حر، لكن الوكيل بيشتغل على كده. فالاخبار بتطلع من هنا، اللي بيحصل احتكاكات واتفاقات وكلام او بيحاول جس نبض في الزمالك، انما الزمالك قفل الباب بصراحه بالنسبه للكلام الوكلة. ما قلتش رامي اللي عايز، انا بقول الوكله اللي هي ممكن تتعامل، ما مش حتى مش مع ممكن مع وكيل رامي بتعرض على الزمالك، الزمالك قفل الباب ده عشان المزايدات والفلوس وكل الكلام ده. انما الاهلي فكرته ايه؟ انه يجدد للاربعه اللي عقودهم بتنتهي، ايمن اشرف ورامي ربيعه وحسين الشحات وياسر ابراهيم والناس دي، والراجل لو هو مش عايز حد نعيره، ده وجهه نظر الاهلي او ده لسان حال الاهلي، مفيش مشكله. افرض هو مش عايز حسين الشحات، عنده بيرسي تاو بيقول هيبقى مجهزه يبقى قنبله الفتره الجايه، ربما هنشوف. وطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين، فبيقول لك وكريم فؤاد مكسر الدنيا ناحيه اليمين دلوقتي، يقول لك ممكن مش محتاج حسين الشحات، طبعا نجدد له ونعيره سنه. ده فكرة الأهلي بالنسبة لهذا الربع. ممكن يقول لك لا أنا عايز ياسر إبراهيم، لا أنا عايز رامي ربيعة، لا مش عايز زكي، لا عايز علي، لا محتاج أيمن عاشور، لا محتاج حسين، لا مش محتاج فلان، هو حر. دي فكرة الأهلي في القصة دي. عندي كده بعض الأخبار عايز أقولها لكم سريعا. السؤال
اللي دايما بيتردد. بن شرقي عايش مرحلة صعبة جدا بعد غيابه عن كأس العالم. أنا والله العظيم هنا أهو في شعبي اف ام قلت له يا بن شرقي، ده من يناير بقول له الكلام ده، والله من يناير بقول هذا الكلام، جدد مع الزمالك، جد مش هتروح كأس العالم. بفرمان عاجل من موسيماني لزوجته والشركه اللي قائمه عليها او قائمه عليها في تسويق اللاعبين، قال انا محتاج اللعيبه دي تلعب معايا في الدوري السعودي، قال انا عايز تاو وعايز شريف وعايز قفشه، وطبعا يعني بنسبه 1000000% النادي الاهلي هيرفض العرض بتاعه، ولو وافق مستقبلا هيبقى تاو لو ما اثبتش كفاءه في النادي الاهلي، اما الشريف وقفشه ممنوع الاقتراب او التصوير. ده بشان ثلاثي النادي الاهلي اللي يعني حصل تفاوض معاهم بشكل رسمي او طلب من اداره النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين مع موسيماني، ولكن النادي الاهلي هيرفض طلبه بالثلث وهيتحفظ او يضع تحت تاو شرطتين، لو يعني لا قدر الله بداية الموسم وما قداش مع النادي الاهلي كما يعني ينبغي وكما يعني مخطط له. ده بالاضافة لان شريف و يعني قفشة من الاعمدة الاساسية في النادي الاهلي، فما ينفعش النادي الاهلي يفرط فيهم لاي حال من الاحوال، حتى لو كان في تذبذب للمستوى للثنائي، ولكن النادي الاهلي ما يقدرش يستغنى عنهم بشكل يعني كبير جدا. ده الشق الخاص بثلاثي النادي الاهلي. اما الشق الثاني وهو يعني المشار اليه من نادي فيوتشر ان هو طلب بشكل رسمي التعاقد مع طارق زياد والتعاقد مع محمد محمود، النادي الاهلي قال لهم انا ما عنديش اي مشكله، ولكن بشرط عوده نيدفيد مره اخرى للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي محتاجه، وكمان كولر شاور على اللاعب قال انا محتاجه، قالوا له ده من ابناء النادي الاهلي، قالوا له انا محتاج هذا اللاعب وما عنديش مشكله ان زياد طارق يطلع اعاره ومحمد محمود يطلع اعاره، لان هم ما اثبتوش نفسهم حتى لما لعبوا مع الشباب، ما اقنعونيش انا ان انا اقول ان الثنائي ده هو يكمل، فهديهم فرصه تانية في الاعاره نشوفهم في الفريق المعار المعارين له هل هيقدموا المستوى والشكل المطلوب واللي يليق ان هم يلعبوا في النادي الاهلي ولا لا. وطلب بشكل رسمي كولر ان هو يكون متواجد نيدفيد في الفريق، فالنادي الاهلي حط شرط اعاره الثنائي بعوده نيدفيد مره اخرى للنادي الاهلي. اما الجلسة اللي اجتمع فيها كولر مع الشحال قال له انا عايز اكتب في التقرير بتاعي ان انت تصلح وان انا عايزك في الفريق، اقنعني ان انا اكتب الكلام ده عندي، لان انا مش هكتب حاجة انا مش مقتنع بيها. فالشحات الكرة الان في ملعبه، انا اعتقد ان الشحات هيتم التجديد له ولكن بمبلغ اقل بكتير من اللي هو بيتقاضاه حاليا، او اللي يعني الهالة اللي اتعملت عليه والفلوس اللي اخدها قبل كده سواء نادي او هو، يعني الشحات مش هياخد المبلغ الكبير اللي بياخده ده. فهو لو اقنع كولر، كولر هيكتب في التقرير بتاعه عايزه يستمر معايا وعايزه يتواجد معايا، لو ما حصلش كولر بشكل رسمي هيقول انا مش عايزه طلعوه اعاره او مشوه خالص، زي ما هيبقى زي ما عمل مع زياد طارق. بس انا اعتقد ان مفيش لاعب في النادي الاهلي هيتم بيعه بشكل نهائي لسببين. اول سبب لان ممكن يبقى فيه تذبذب في المستوى واللاعب يستعيد مستواه، تاني حاجة مش عشان يروح النادي الزمالك، لا لا لا، عشان في تعنت كبير في اي صفقة بتبرم مع اي نادي، واضح ان في توجه عام لان الاندية ما تبيعش للنادي الاهلي لاعب، ولو صمم على لاعب اضرب يعني اضرب تمنه في 5 في 7 في 10 وطلع تمنه للسنة عشان نطفش النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في حاجة لكل لاعب عنده، حتى لو كان اللاعب بنص رجل، حتى لو اللاعب كان بنص المستوى اللي هو عليه، فانا بعتقد انه هيتم التجديد ليه، وان الكرة في ملعب الشحات دلوقتي، وان شاء الله القادم افضل باذن الله لعودة الدرع المسروق من النادي الاهلي في المتعوبة اللي ليه سنتين مسروق، ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع عودته مرة اخرى بالجهد والتعب والعرق، مش بالاحتواء ولا بروح عصام هناك.
انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه ومليون. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.